بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، وعقبت ولد وبنت، عقبت ولد وبنت. بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، عقبت ولد وبنت، هل تحل لي من الزوج ام لا؟ كلها يعني المرأة مثلها، الزوج الاول والزوج الثاني، لما رضعتها رضاعا شرعي خمس مرات اكثر، فاولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني اخوة الله. نعم، الزوج الاول اخوة الله من ابيها وامها، والزوج الثاني اخوة الله من امها. نعم، كذلك اولاد الزوج الاول اخوة الله، اولاد الزوج الاول اخوة الله. تقول الشيخ لان ما افهمت، رضع من المرأة، نعم، وجابت ولدين ورضع مع من اولاد الزوج الاول، ايه، واخذ الزوج الثاني وجالها عيال، جالها ولد وبنت، واخوه اخذ البنت من الزوج الثاني، عيال الزوج الثاني اخوة المرأة، ايوه، من امها، عيال الزوج الثاني، عيال المرأة من الزوج الثاني، ايوه، اخوة الرضيعة من امها، ايوه، والاولون اخوة الله من ابيها وامها بالرضاعة يعني، أيوة. هل يحل اخوه مات عن الزوج، هل يحل من اخوه؟ من هو الزوج الثاني ولا من هو هذا هو الزوج الثاني؟ ايه، الزوج الثاني ايه، موجود هو اللي يحول اخوان اخوه اللي يتوفى، اي ما عليه، يعني يزوج البنت من من زوجها، هذه مرت اخوه، من امرأة اخيه، ايوه، هي بنت اخيه، هي بنت اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، ربيبة لاخيه، تحل له. افهم بس، اذا كان رضعت من الزوج من الزوج الاول، ثم ايوه، هي ربعها من الزوج الاول، أيوة، وامها تزوجت بعد ذلك، هو بنفس الربع، لا، امرأة رضعت، امرأة رضعت من امرأة من زوجها الاول، أيوة، ثم تزوجت وجاءت ولد بنت من الزوج الثاني، ايوه، من اللي خطر بنت الولاء؟ هو الرجال اللي، وش الرجال؟ وش الرجال؟ هذا انا ما اتحكي عن اسمه، يعني وش وش من الزوج؟ وش من الزوج؟ اخو الزوج، اخو الزوج الثاني ولا الزوج الاول؟ أخو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ نعم، على عفو الله، ها؟ في طال عمرك الحرمة هذه، شوي، اللي رضعت منها، كانت مع زوج، بعدين طلقها الأول، شايف؟ وش اسمها المرأة؟ مطرة، رضعتها من مطرة، من مطرة، زوجها وش اسمه؟ زوجها طه، طه، أيوه، رضعتها من مطرة، من لبن طه، من لبن طه، وبعدين؟ طلقها طه وأخذها عبد الله، عبد الله، نعم، لما أخذها عبد الله خلف منها البنت هذه. خلها بنت، البنت هذا اللي الحين اخذها اخوه توفى عنه، اخذها اخوه، كل اخذها اخوه، اخوه واخوه توفى، اللي ما رضع من مطرة، اخوك ما رضع من مطرة، لا ما رضع اخوه، واخذ بنته من الزوج الثاني، من الزوج الثاني، ما هي بس، لكن انت اللي لا، ما حل، انا اللي راضع، انت لا، ما تحل، ما تحل، هم زوج اخوك، ما يخالف خلاص.